بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة أخبار خفيفة. استعدادات موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية. عودة الطيران الدولي بين مصر والسعودية متابعين لأول مرة، نتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الاشتراك، ولا تنسونا بلايك. دعمكم هيخلينا نتواصل وننقل لكم كل ما هو جديد للأخبار التي تخص الطيران المصري السعودي وعودة العمالة المصرية بين مصر والسعودية. ياريت نعمل لايك يا جماعة للفيديو علشان يصلكم كل جديد. يبحث الكثير من المواطنين المهتمين بآخر أخبار الطيران حول العالم عن موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية ومستجدات عودة الطيران السعودي الدولي بين مصر والسعودية عقب فترة عصيبة مر بها العالم أجمع جراء وباء فيروس كورونا المستجد، والذي تسبب في شلل قطاع الطيران في الكثير من الدول خوفا من انتشار المرض. موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية. ودعت المديرية العامة للجوازة السعودية جميع المسافرين القادمين إلى المملكة العربية السعودية من غير المواطنين السعوديين إلى ضرورة تسجيل اللقاحات الإلكترونية قبل وصولهم إليها للإسهام في تسريع إجراءات دخولهم وتقليل فترة انتظارهم في منافذ الدخول، ويشمل تسجيل مواطني مجلس التعاون الخليجي وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها والمقيمين ومرافقيهم، وذلك تمشيا مع الجهود التي تبذلها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا لضمان سلامة المواطنين والمقيمين فيها، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أثناء إنهاء إجراءات الدخول. مستجدات عودة الطيران السعودي الدولي بين مصر والسعودية. إجراءات دخول القادمين إلى السعودية من المقيمين والزائرين من الدول المسموح القدوم منها غير المحصن أو الحاصل على جرعة واحدة من اللقاحات المعتمدة بالسعودية يقدم فحص PCR خلال 72 ساعة قبل دخول المملكة. تطبق عليه إجراءات الحجر المؤسسي 5 أيام يتم خلالها فحص الأول خلال 24 ساعة من الوصول والثاني في اليوم الخامس. الالتزام بأوقات فحص كورونا بناء على ما يظهر له في تطبيق توكلنا، وتنتهي مدة الحجر المؤسسي بظهور النتيجة سلبية. مستجدات عودة الطيران السعودي الدولي بين مصر والسعودية. ولم يتم تحديد موعد لانطلاق رحلات الطيران المباشر بين مصر والسعودية، خاصة أن مصر ما زالت على قائمة حظر دخول الأراضي السعودية إلا لبعض الفئات المستثناة، وتجري حاليا قيادات وزارة الطيران المدني المصري اتصالات هاتفية لتحديد موعد مواعيد رسمية لفتح الطيران الدولي واستقبال الرحلات المصرية داخل الأراضي السعودية، فيما استثنت القيادة السعودية بعض الفئات من حظر الطيران السعودي الدولي اليوم من العمالة المصرية التي تعمل في السعودية، وهم متلقي جرعتي لقاح كورونا داخل الأراضي السعودية والدبلوماسيين والرعاية السعوديين، حيث يمكن لهؤلاء الفئات حجز رحلات طيران مباشرة بين البلدين. وكانت قد وقعت المملكة العربية السعودية مذكرتي تفاهم مع شركي فايزر واسترازينكا بالتعاون مع مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية كيمارك وزارة الصناعة والثروة المعدنية، تشمل اتفاقا مع استرازينكا على إقامة مراكز بحوث سريرية. متابعينا وعجبكم الفيديو ياريت نشارك في القناة ونفعل زر الاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.